ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بثقله وراء ترشح وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الروسية المصرية بعد الانتخابات الرئاسية. ويزور كل من السيسي ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي موسكو، حيث اجتمع مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووزير الخارجية سيرجي لافروف. وتتطلع روسيا للاستفادة من الخلافات بين القاهرة وواشنطن التي جمدت بعض المساعدات لمصر بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 يوليو الماضي استجابة لاحتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. أعلم أنك قررت الترشح للرئاسة، وهذا قرار مسؤول جدا أن تتولى مسؤولية مصير الشعب المصري. للأصالة عن نفسي وباسم الشعب الروسي أتمنى لك التوفيق. وتتفاوض روسيا حاليا على صفقة أسلحة لمصر، قالت مؤسسة كاست البحثية في موسكو إن قيمتها تبلغ حوالي 2 مليار دولار. وتقول موسكو إنها خسرت عقود دفاع بعشرات المليارات من الدولارات بعد انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بزعماء حلفاء لموسكو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعو جماهير رافضة للحكومة الإسلامية السابقة السيسي البالغ من العمر 59 عاما إلى خوض الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أفراد القوات المسلحة الذين يريدون رئيسا يستطيع مواجهة العنف السياسي المتزايد. رحاب علاء، رويترز.